بيمشي الحكي هذا بشكل سريع، يعني ممكن ينهك الأعضاء كلها في الجسم ويعطي الضرر. إحنا بدنا شغلة دائمة، لأنه الأسباب زي ما أنتم شايفين أسباب شائعة. مش نحل بس السبب في حبة حبوب ولا خلطة أعشاب وفقط، وأقول إنه هذه حتساعد. بدكم تاخذوا الأمور بشكل جدي، كل العناصر هذه قد ما بتقدروا تسووا منها، سووا من الأمور اللي حكينا عنها لتخفيف عملية احتباس السوائل، اللي حتخفف لكم مش بس يعني السوائل، حتروح وحيروح معها تنقصوا وزن، وحيروح معها الخضران والنمنم اللي موجود في الأطراف، وحيروح معها بشكل كبير نسبة السكر في الدم حتنزل مباشرة. هذه كلها فوائد، وحتريحوا الكبد والكولون والقلب تاعكم إذا اتبعتوا هذه الشغلات. شكرا لكم، تحياتي.